بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم. ورغم انها الصغيره والبنت الاخيره في اخواتها، وقفت مع اهلها واقفه، لا في راجل وقفها ولا ست عرفتها، والحصار اداها قوه، وكانت سند لامها في مرضها وازمتها، وفي ظهر ابوها وتد، والشده خلتها نخله عاليه والسما امتها، يتحاموا في ظلها وياكلوا تمرتها، لا غريب عليها الجدعنه ولا حد في طيبتها. دي صفات اي واحده اتربت في بيت زي بيتها. كانت طفلة صغيرة وكلها على بعضها حاجة قليلة. لمحت أبو جهل بيرمي على ظهر أبوها في الصلاة، جريت وبكفها النون ورمتها، ليه حق لما يقول لها أم أبيها في وقتها. ستنا فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولادتها وحياتها مع أبوها إن شاء الله هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من أئمة وزارة الأوقاف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضلت الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك وجعل جنة مسوانا ومسواك ومسوى المشاهدين الكرام. قولي أمين. أمين أمين يا رب. يعني ستنا فاطمة الزهراء قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، أم أبيها، يعني كان ليها ألقاب كتير جدا وكان ليها مكانة خاصة في قلب الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام. الألقاب دي كلها جت منين؟ الحمد لله ذي المنة والإحسان والجود والإنعام، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان الذي اصطفى له ربه من النساء القانتات العابدات السائحات الأبكار والثيبات، ورضي الله عن أمنا خديجة صاحبة العطيات، وعن عائشة التي نزلت ببراءتها الآيات، وحفصة صاحبة الحديث والروايات، وأم سلمة جبل الصبر والثبات، وبنت خزيمة باذلة الصدقات، وكذا زينب صاحبة عقد الزواج في السماوات، وجويرية أعظم النساء بركات، وصفية التي حوت في نسبها الأنبياء، وأم حبيبة التي توالت عليها الابتلاءات، وكذا الرضا عن ميمونة خالة ابن الوليد صاحب البطولات، وجميع أهل البيت الطاهرات، وسلم يا رب عليهم عدد الذاكرين والذاكرات. وبعد، ونحن اليوم على موعد مع قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أم أبيها، مع الزكية، مع المباركة، مع الصديقة، مع الطاهرة، مع المحدثة، مع الزهراء، مع فاطمة، مع الراضية، مع البتول، مع المرأة التي طهرها الله من دم الحيض والنفاس فلم ينزل عليها قط، فولدت الحسن رضوان الله عليه وأرضاه بعد صلاة المغرب، فقامت واغتسلت وتوضأت وصلت العشاء. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاطمة تمثل في حياة النبي ما كانت تمثله خديجة، والله عوض النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من خديجة بفاطمة، ففاطمة كانت نعمة السند بعد خديجة وبعد أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي رابعة البنات وكثيرة الدلال. السيدة فاطمة رضوان الله عليها وأرضاها هي التي جعلت المدينة ترتج كلها بالبكاء بعد وفاة النبي بأربعة أيام، لما خرجت من بيتها رآها الصحابة رضوان الله عليها وأرضاها بعد انتقال رسول الله، فارتجت المدينة بالبكاء، لأنه من كان يراها كانت مشيتها تشبه مشية رسول الله، ومنطق كلامها كأنه كلام رسول الله، وحلاوة لسانها كأنها حلاوة لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من رآها كان يتذكر المصطفى. ولذا لما خرجت من بيتها بعد انتقال رسول الله بأربعة أيام ارتجت المدينة كلها بالبكاء حزنا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزق بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحلى يوم، يوم عصم الله به أمر مكة، وعصم به دماؤها، وحسم بها أمرها. ليه؟ اشمعنا اليوم ده؟ قريش اختلفت بعد بناء الكعبة من الذي يضع الحجر في مكانه، واقتتلوا بل وكادت الدماء أن تراق، لولا أنهم اهتدوا إن هم هيحكموا أول واحد داخل عليهم، فكان أول الداخلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقترح جميل قوي، وقال نأتي بثوب ونضع فيه الحجر، وكل رئيس قبيلة أو كبير قبيلة أو عميد قبيلة يمسك بطرف من الثوب
ونشيله كلنا نحطه مكانه لحد ما وصل الحجر مكانه شاله النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بيده. هو ده اليوم اللي ولدت فيه الزهراء. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى بيتي كان عنده 35 سنة يا ست لم، يعني كان قبل البعثة بكم سنة؟ بخمس سنين. لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل على كم سنة؟ على 40 سنة. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم فرزق برابعة البنات اللي هي السيدة الزهراء فسماها فاطمة. فسميت فاطمة ليه؟ يسأل صلى الله عليه وسلم لماذا سميتها فاطمة؟ فيقول لأن الله فطمها وحجبها عن النار. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة نشأت في كنف خديجة وفي كنف زينب، ونالت من خديجة وزينب ما لم تناله بنت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حبيبة النبي قوي، وكانت المقربة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشت مع النبي كل المراحل. فعاشت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وسمعت أذنها أمها وهي تقول أشهد أنك رسول الله، ورأت عينها أمها وهي تأتم في الصلاة خلف رسول الله كأول من يصلي قبل فرض الصلاة امتثالا لما فرض على النبي خاصة قبل أن تفرض على الأمة عامة. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعدين عاشت مرحلة تانية من مراحل الدعوة اللي هي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وبعدين عاشت وأنذر عشيرتك الأقربين. فخفت على النبي قوي صلى الله عليه وسلم، كانت خايفة على النبي صلى الله عليه وسلم قوي من بأس قريش، لدرجة ان النبي كان يطمئنها ويقول يا بنيتي لا تخافي فإن الله مانع أباك. شوف الجمال. سمعت قريش الحب اللي كان في قلب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ليس من فراغ، لأنها كانت نعمة السند، ولأنها كانت أقرب الناس إليه بعد خديجة. خدي بالك انت هتشوف السيدة فاطمة على الرغم من صغر سنها هتشوفي تأثيرها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك لما تسمع بنت في سنها قريش وهي بتتآمر لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخاف قوي، فسيدنا النبي يحتضنها وياخدها معاه المسجد الحرام، فيخش قريش كلها تبص له محدش يشوفه خالص، وكأن الله يطمئنه الزهراء. شفتي محدش شافني ازاي؟ ويمسك النبي صلى الله عليه وسلم بقبضة من التراب ويرميها في وجهه في وجوههم او في اعينهم ويقول شاهت الوجوه شاهت الوجوه. محدش اصاب التراب في هذا اليوم الا قتل يوم بدر. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ستنا الزهراء عاشت ده كله، عاشت والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، وجاء مشرك قريش بسلى الجزور. ايه سلى الجزور ده؟ عشان المشاهد يبقى عارف، اعزكم الله، اللي بيبقى في امعاء الحيوانات الخرفان والبهائم حطوه على ظهر ده اللي كان بيحطوه على ظهر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. تخيلي وستنا الزهراء تجري وتقعد وهي صغيرة، كان قدها كان عندها قد ايه؟ 6 سنوات. تنظف على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلي كده تنظف على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وتطهر ظهر النبي والنبي ساجد صلى الله عليه وسلم لا يرفع ظهره الا بعد ان تنتهي الزهراء من تنظيف ظهره صلى الله عليه وسلم. فلما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم وخلص يقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأبي لهب، لأنهم أذوا النبي صلى الله عليه وسلم قوي. تخيلي. فبص كده لستنا الزهرة في المواقف دي وتأملي على صغر سنها كم تحملت. وبعدين تخش الحصار مع أمها وتخرج من الحصار أقوى مما كانت، وكأن الله يؤهلها إلى فقد أمها. سبحانك تفقد يعني. أمها سبحانك، فلازم هي تبقى قوية. خلي بالك، فلما خرجت من الحصار ستنا خديجة توفى، وبعد كده بعديها بأيام قلائل كان أبو طالب،
وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نالت مني قريش ما نالت إلا بعد أبي طالب. فعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة له أبو طالب السند، وكانت خديجة بالنسبة له المعتمد. ربنا سبحانه وتعالى جعل فاطمة بديلا لخديجة ولأبي طالب. جت الهجرة، هاجرت ستنا الزهرة وكان عندها 18 سنة. صليتي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. خدي بالك لما ترجعي البنات النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي اللي جوزته عندها 12، اللي جوزته عندها 9، اللي جوزته 11 13. احنا وصلنا كام سنة عندها دلوقتي؟ 18 سنة. 18 سنة. خلي بالك، ويتقدم إليها الخطاب ورسول الله يأذن. دلال إنها الحبيبة. إنها المحببة، مش هتتجوز اي جوازه. خلي بالك، ومش هتتجوز باي طريقه، ده هتتجوز ام ابيها بحنانها وباحتوائها لرسول الله افضل الصلاه. ما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما الا قام لها النبي من مجلسه وهش وبش وقبلها بين عينيها وقال اني اجد رائحه الجنه. تخيلي كده، شوف الصحابه لما ترتج المدينه بالبكاء بيقول لك ايه؟ مشيتها مشيته وكلامها كلامه وعذوبة لسانها عذوبة لساني. عشان كده هي كانت قريبة منه في منه صلى الله عليه وسلم، كانت كمان أشبه الناس برسول الله عليه وسلم. من رآها كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يتقدم إليها الخطاب. خدي بالك، الصحابة كانوا يحبوا النبي قوي وكانوا يهابوا قوي. سيدنا عمرو بن العاص يقول منذ أن أسلمت ما كنت أستطيع أن أنظر في وجه رسول الله من شدة نور رسول الله حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلي، فستنا الزهرة وصلت ل 18 سنة وبدأ الخطاب يتقدم. مين بدأ يتقدم؟ أول واحد أبو بكر. نقل على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله تعلم مناصحتي وقدمي في الإسلام وإني كذا وكذا وكذا. قال له طيب وماذاك؟ عايز إيه؟ قال تزوجني فاطمة. فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ردش. فخرج أبو بكر مذعور قوي، زعلان قوي، فقابل سيدنا عمر مالك؟ قال هلكت وأهلكت. قال له ليه؟ قال طلبت من رسول الله فاطمة فأبى أن يزوجني إياه. قال له طب زي ما أنت مكانك لحد ما أروح أطلب اللي أنت طلبته واجي. ده سيدنا عمر. فدخل سيدنا عمر على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله نعم تعلم مناصحتي وقدمي في الإسلام وإني كذا وكذا. وما ذاك؟ عايز إيه؟ قال تزوجني فاطمة. فأعرض رسول الله ما تكلمش. سيدنا عمر خرج فقابل سيدنا أبو بكر قال له ها عملت إيه؟ قال له إنه ينتظر أمر الله في فاطمة. مش رفض لا الشخص ده ولا شخص ده. لا لا لا، ده لازم امر ينزل من السماء. طيب ناخد ايمان. ايمان سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي اهلا بيكي. اهلا بيكي. معايا استاذه لميا. ايوه حبيبتي اتفضلي. ازاي؟ انا مبسوطه قوي اللي انا كلمتكم. الله يجزيكم عن خير الجزاء. ربنا يبارك لك يا رب، نورتينا. الله يخليك وسلمي. استاذ الشيخ محمد ممكن اكلمه؟ مع حضرتك اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يرضيك. انت بتنفعنا بحاجات كتير كنا ما كناش عارفينها خالص. يرضيك ويبارك فيك. الله يسعدك يا رب. الله يكرمك. ليا ولاد خالتي توأم ميتين، شاب ميت 22 والتوأم زميله ميت بقاله 132. فأرجوك تدعي لهم بالرحمة، والخالتي والجوزها لأنهم تعبانين قوي والمصاب كبير. ربنا يصبرهم يا رب ويرحمهم. يا رب. حاضر. فأرجوك ادعي لهم وادعي لخالتي اللي ربنا يصبرها. حاضر. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ الله يكرمك، عاوزه رقم بس الشيخ. طب ارجعي للكنترول وخديه. نشكرك على اتصالك. ربنا يرحمهم يا رب. اسال الله العلي القدير ان يرحمهم رحمه واسعه، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن ينقلهم من مراتع الدود إلى جناته جنات الخلود، وأن يشفع فيهم الإسلام والصيام والقرآن، وأن يربط على قلب والديهما، وأن يرزقهما الصبر والثبات. وخليني قبل ما تاخد اتصال، يعني كل السادة المشاهدين وكلنا نلجأ إلى الله بالدعاء. أخونا الحبيب الأستاذ أشرف ظريف زوجته
بتعمل عملية كبيرة شوية في عينيها، فنسأل ربنا العلي القدير، هو أمننا الدعاء يعني، نسأل ربنا العلي القدير أن يجبرها بجباريته وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن تقر عينها به وأن يقر عينها به اللهم بها اللهم آمين، وأن يخلف عليهما بالذرية الصالحة اللهم آمين، هم وسائر المسلمين آمين يا رب. طيب ناخد ريهام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك يا استاذه لميا. الحمد لله بخير، اهلا بيك. عارف الحمد لله على كلامتك يا حبيبتي. الحمد لله بيكي بخير. الحمد لله الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا. الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يبارك كده في عمرك ويديك الصحه ويكفيكي شر كل شيء شر يا رب. امين يا رب امين يا رب، كتر خيرك. ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ اتفضلي مع حضرتك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معلش حضرتك، أنا سعيدة قد إيه إن أنا بكلم حضرتك. شرف يا ستي، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك. الله يخليك، الله يخليك. أنا بس عايز بس أستفسر في حاجة، يعني أنا الحمد لله مواظبة على الصلاة على رسول الله. بس يعني الحمد لله ربي يديمها نعمة يا رب، بس في لقيت حد بيقول لي لا في حاجة تانية اسمها الصلاة النارية تبقى أقوى، في حاجة اسمها الصلاة الإبراهيمية، أنا ما أعرفش غير واحد بيصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. صلاة تفارق بها الكرة بتنحل بها العقد. دي حاجه. الحاجه الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم، انا لقيت حد يعني كان عندي حاجه كده كنت بلاحق عليها في صلاه الحاجه دايما بصليها، لقيت حد قال لي لا ما فيش حاجه اسمها ان انت تقري ياسين بنيه قضاء حاجه، بتكتفي بصلاه الحاجه. بيقول لك ايه صلاه الحاجه ايه؟ يعني انا بطل يعني في حد قلت له انا عايزه اقرا سوره ياسين عشان مثلا قضاء حاجه معينه. فقال لي لا ما فيش حاجه اسمها كده، لا 7 مرات ولا 40 مره ولا الكلام ده، هو انت تكتفي بركعتين قضاء الحاجه لله. تمام. بس فانا بس كنت عايزه استفسر من فضيلة الشيخ. طبعا بالاضافه لكل هو الله احد، ربنا يجعلك في ميزان حسناتك، دي فعلا سحر. ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك. لا رائعه والله يا استاذه ريهام، رائعه. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك، رائعه بجد. ربنا الحمد لله الحمد لله، الله يخليك. ماشي. هي ما جربتهاش، هي ايقنت بها. طبعا. وفي فرق بين من يجرب ومن بين من يوقن. من أيقن أعطاه الله ما أيقن به. صحيح صحيح. ومن جرب فالله لا يخضع للتجربة. صحيح صحيح. طيب ناخد مين معنا؟ مين مدام منى؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت حضرتك أنا كنت محتاجة طلب بس. تفضلي. أنا من أسوان ومتجوزة بقالي 8 سنين، وكنت شفت البرنامج بتاعكم والدكتور قال لي حجن مجهري لازم، وأنا مش معايا فلوس يعني أعمل ده. طيب حضرتك سيب لنا طيب رقم تليفونك في الكنترول وان شاء الله ربنا يقدرنا باذن الله. طيب نجاوب الاسئله بتاعتك. خلينا نرجع نجاوب. حاضر. خلينا ام الكريمه، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويديك العمر والصحه، الزامي ما انت عليه من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاه الابراهيميه خير، والصلاه الناريه خير. الصلاه الابراهيميه اللي هي النص الاخير من التشهد، ولكن صيغه الصلاه اللي حضرتك قلتيها صيغه جميله جدا، وكان يوصينا بها مشايخنا رضوان الله عليهم وارضاهم. النقطة الثانية بتاعت قضية الحاجة، نعم في ركعتين اسمهم صلاة الحاجة، لكن علمنا مشايخنا وعلمنا أهل الله أن سورة ياسين فيها سر لما قرأت له، ياسين لما قرأت له، هكذا قال المصطفى، وإن كان الحديث فيه كلام للأمانة العلمية، لكننا كما قلنا لا نجرب مع الله، نقرأ القرآن تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وياسين فيها تفريج للهموم، وفيها قضاء للحوائج، وفيها شفاء للأمراض، وفيها رحمة للأموات، وفيها أسرار عظيمة. نعم، ولكن لياسين خصوصية بعض القرآن طبعاً. بعض آي القرآن له خصوصية، زي سورة الواقعة مرتبطة بالرزق، زي سورة مريم مرتبطة بالخلفة، زي سورة يوسف مرتبطة بالهم والسجن، يعني في أمور كده في القرآن الكريم. فالزمي ياسين، والزمي ياسين بيقينك في الإخلاص، زي ما أنت أيقنتي في سورة الإخلاص وفي سورة كل الله أحد، أيقني في ياسين يعطيك يا رب ياسين ما تحتاجين إن شاء رب العالمين. إن شاء الله. طيب معنا مين؟ ام شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازي حضرتك يا بنتي عامله ايه؟ الحمد لله بخير. ازي حضرتك الشيخ؟ خير ان شاء الله. الله يرضيك. بصي حبيبتي انت كان الشيخ كنت سامعاه مره يقول اللي يسوق اللي تحت صيام رمضان قبل يعني ما ايه اول ما يقول الله اكبر ما تشربوش ميه. انا ست كبيره عندي 60 سنه مريضه. انا كان لما اقول الله اكبر كنت مش اشرب ميه، مش قادره دلوقتي لاني عندي نزيف في المعده ومعيش فلوس ان انا اطلع ولا اصوم تاني، لان العصر بيبدا ببقى هبطانه ومش قادره اتحرك. صح.
سلامتك ألف سلامة. وأنا كنت بتطبخي يا حاجة في البيت ولا بتطبخيش؟ نعم. بتطبخي في البيت ولا بتطبخيش؟ لا بعمل أي حاجة بعملها في البيت. أيوة يعني بتاكلوا مامي في البيت ولا ما بتاكلوش؟ باكل مية. بتاكلي يعني ولا ما بتاكلوش؟ أنا لوحدي عايشة لوحدي. أنا يعني بتاكلي ولا ما بتاكليش؟ لا باكل حاجات مهروسة وخلصت. كويس قوي. أنا عايزك تطلعي إيه؟ تطلعي أي شيء من اللي بتاكليه. عشان معدتي عندي نزيف في المعدة أصلا. شفاك الله وعافاك ربنا يشكرك بجبرياتي. اسمعيني اسمعيني حضرتك، الوجبة اللي بتاكلي منها طلعي منها وجبة لله. يعني أنا بقى كنت فاكرة الأيام دي كلها. ايوه نعم، ولكن ليك عذر بعدم المعرفه. انا اعرفي ولا ما كنتش. اسمعيني ليك عذر. لا انا كنت حتى حاولت حق المكالمه عشان اكلمكم. طيب يا امي، لاني ما كنتش اعرف. طيب ليك عذر بعدم المعرفه، ولكن خروجا من الخلاف طلعي وجبه من الاكل اللي بتاكليها لحد فقير او لحد مسكين او لحد يتيم. لو ما عملتيش خالص توبي الى الله. انا عايشه لوحدي، انا عايشه لوحدي، عندي 60 سنه وباخد معاش اجتماعيه، ظروفي صعبه. وحضرتك منين؟ انا من الجيزه، من ناحيه. في حد بيساعدني في عينين المنظار؟ انا بعمل كيب الليزر كل شهرين. طب توبي الى الله. طب يا امي سمعاني، ما كنتش اعرف. طب سمعاني. ايوه يعني. توبي الى الله سبحانه وتعالى واكثري من الاستغفار. ماشي حبيبي، ربنا يتقبل منك. رقم تليفوني اتكلمني. الله يسترك. سيب لنا رقم تليفونك. خدي التليفون يا ست منى وابعتي لي التليفون، ربنا يرضيك. طيب معانا مين؟ مدام فتحيه. الو. اتفضلي، اهلا بيكي. مدام لميا. اتفضلي. عاوز اسال الشيخ. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي، نورتيني. اقول له مثلا ان انا امه اتوفت وكان سايبالي خاتم، بس ما كانش قايل لاخواتي وانا ما كنتش عاوزاه يعني، فانا عاوز ابيعه واتبرع بيه يعني ليها، هل ينفع لها؟ حرام. ليه؟ حرام. الام لو ماتت، اي حد في الدنيا يموت، لو ساب رغيف عيش، رغيف العرش ورث. له ملكك ولا ملك حد خالص، ادم مش ليكي خالص، ادم هي مديهولك، مديهولك حال حياتها هبه ولا ايه؟ خلي ده معاكي. هي عطيها من عندي، انا قلت لها مش عاوزاها يا ميا مثلا، قالت لي لا خديها بيه. يعني ده يعني هبه؟ هي اديتهولك قبل وفاتها؟ عطيها لي كده ورحبها يعني، ما انا ما كنتش عاوزاها. قبلها بقد ايه؟ هي قالت لي قبل الوفاه بقد ايه؟ هي لما فاتت وبسمع التبرع والحاجات دي عاوزه يعني. قبل الوفاه بقد ايه اديتهولك؟ هي مش سامعه. اديتهولك قبل الوفاه بقد ايه؟ والله يا مدام لم يعني مش عارفه يعني، قبل الوفاه بسنه بقد كده مش عارف. لو كان هبه ليكي خالصه يجوز ليك ان انت تبيعيه وتتبرعي بيه، او تنفقيه، او تتصدقي بيه، او تفعلي ما تفعلين به، خلاص. لكن لو هو مال قالت لك خلي، او ده فلوس او ذهب قالت خلي ده معاكي وما تجيبيش بيه سيره لاخواتك، لو انا مت خديه، لا ده حرام، ما ينفعش يبقى ورث. لكن لو مديهولك هبه يبقى حلال عليكي. لا هي ما قالتليش حاجه، هي قالت لي خديه، ويا ماما انا مش عاوزاه، قالت لي لا خديه. طيب انت عايزه اقول بس يعني يا شيخ، بس اقول لاخواتك ان هو وقع مني في الحمام. لا حرام، الكذب حرام. والله زي ما بكلمك كده. عملت ايه؟ الكذب حرام. لا انا ما اعرفش بقى، انا بسالك عشان ابقى عارفه يعني وكده. احنا بنقول يعني الكذب حرام، المؤمن لا يكون كذابا، ومش معنى ان انت هتتصدقي بيه او تتبرعي بيه ان انا افتح لك باب المعصيه بالكذب ابدا. لا انا ما قلتش حرام. انا عاوز استفيد منك. انا طيب، ما انا بقول لك اهو يا ست الكل، يا ست الكل انت على راسي. انا بقول لك اهو عشان تاخدي طريق الحلال، اذا امك مديهولك هبه ليكي خالصه ما تقوليش لحد لا وقع ولا ما وقعش، ده بقى بتاعك، روحي تتصدقي بيه، تتبرعي بيه، تنفقيه على نفسك، تلبسيه، تتعيقي بيه، انت حره بيه. لكن لو امك، اسمعيني بقى، لو امك شايلاه معاك وقالت لك ما تعرفيش اخواتك ولو مت خديه، لا ده بقى ميراث شرعي يحق للبر والفاجر من ابنائها ان يرث فيه، ولا يجوز كتمه ولا يجوز تاخيره. ربنا يبارك فيكي ويحسن عملك ويديك الصحه والعافيه. هي قالت لهم ان هو وقع في الحمام، في الحمام اخواتها كده. طيب ناخد مريم. مريم سلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايزه استفسر بس في سؤال. اتفضلي. انا بقالي فتره ما كنتش بصلي وكنت ما بصليش خالص، فما كنتش اعرف يعني الصلاه وما بعرفش اقرا ولا اكتب عشان اعرف اقرا القران وكده. عندك قد ايه يا مريم؟ انا عندي 20 سنه. مش حافظه الفاتحه يا مريم؟ لا انا حافظه الفاتحه. طيب. وقول الله احد. وحافظه التشهد؟
طيب تصلي يا مريم، وبعد كل صلاة تصلي فرض من اللي عليكي، والحمد لله ان ربنا انقذك في بداية عمرك كده في بداية حياتك. انا و... طب استنى انا عايز اسمع. انا بقالي كم يوم الحمد لله بصلي بصلي على قد، فانا لو اتلخبطت في حاجة في الصلاة ولا اي حاجة ربنا يسامحني وكده. لا الصلاة ما فيهاش مسامحة يا مريم صغيرة، الصلاة ما فيهاش مسامحة يا مريم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. اسمعيني، لا مش بتقول لخبط، لو قصرت فإن صلح صالح. بتقول لو لخبطت في حاجة، لو ايه؟ انا بقالي فترة ما بصليش، لو اتلخبطت في حاجة مش هتلخبطي، ربنا يسامحني. لا ركزي ان شاء الله في الصلاة مش هتتلخبطي يا مريم، لكن الصلاة عايزة خشوع وعايزة اتقان، زي ما بتقفي تطبخي باتقان وزي ما بتعملي الشقة باتقان، اقفي قدام ربنا باتقان وركزي ان شاء رب العالمين، هتلاقي ربنا يفتح لك ابواب الخير، والحمد لله ان ربنا انقذك وانت لسه في العشرين جنات النعيم ان شاء الله يا مريم، ربنا يبارك فيك ان شاء الله يا شيخ. وانا النهارده عشان مش قادره اتكلم وتعبانه، انت مش مدي الناس فرصه يعني، واخد او كده واخد حقك. اه قلت اخد حق، انا تعبانه النهارده. طيب مش قادره ارجع للقصه. نرجع للقصة. خلاص يا سيدي احمد بقى بلاش اتصالات، علشان انت اللي صوتك عامل لي ازعاج بصراحة. خمس دقايق وكمان. طيب. انت عامل لي ازعاج ومصدق ان انا سكت صليتي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. مين اللي شغال خدام عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وريتني كنت انا سيدنا انس بن مالك. كان بواب النبي وخدامه، امه خدته وهو صغير كده وقالت له يا رسول الله خد انس يتيم خليه عندك يشتغل خدام عندك بس يبات في حضني. صليت على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. فبعد ما دخل ابو بكر وعمر سيدنا الحبيب قال يا انس لقد اتاني جبريل، اتدري بما اتى؟ قال الله ورسوله اعلم، بابي انت وامي يا رسول الله ما اعرفش. فقال اتاني جبريل يقول لي السلام يقرئك السلام ويقول لك زوج فاطمه لعلي. خلاص جه الامر بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. في الاثناء دي من بيستاذن يخش سيدنا علي. فاذن له سيدنا انس فدخل. يا رسول الله قد علمت مناصحتي وقدمي في الاسلام واني كذا وكذا. قال وما ذاك؟ عايز ايه؟ قال زوجني فاطمه. قال اهلا ومرحبا. اهلا ومرحبا، استفدت انا ايه؟ فخرج قبل سيدنا ابو بكر وعمر. ايه؟ قال لهم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. قال لك ايه؟ اهلا ومرحبا. قالوا له يا بختك يكفيك واحدة من رسول الله، انت اخذت الاثنين يكفيك احداهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اين درعك الحطمية؟ قال هي يا رسول الله، خذها منه النبي صلى الله عليه وسلم. يروح النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ للزهراء. يا فاطمة ان ابن عمك علي خطبك مني. ترد تقولي الزهراء بقى. قالت له يا رسول الله كأنك يا أبت ادخرتني لفقير قريش. يعني انت لفقير قريش. قريش انت مش هتجوزني، اتزوجني ممن لا يملك من حطام الدنيا شيء؟ سبت ابو بكر الملياردير وعمر المليونير وجاي لعلي اللي مش لاقي حاجة خالص. فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة، وتعودوا تعلموا خدوا بالك ده النبي اللي بيقولها، ومع ذلك اعترضت ولا ما اعترضتش؟ لانها مش اللي قدامها النبي، ده اللي قدامها ابوها. ايوه خلي بالكم، اللي بيكلمها في امر زواج وامر الزواج امر دنيوي هتسكت لما تعرف انه هو امر ديني. قال يا فاطمة اترفضين امر الله وامر رسول الله؟ قالت بل السمع والطاعه لله ولما امر به رسول الله طبعا عليه صلى الله عليه وسلم. شوفوا التغير. ولذلك كل بنت ليها حق تقول اه او لا، دي دنيا ليها حق وحق اصيل، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اداها الحق ده، والدليل الزهراء اهي. طيب تعالي بينا بقى في عجاله كده نشوف يا ترى تجهيز البيت الفاطمي كان العالمي عامل ازاي؟ كان فيه ايه؟ طبعا كان فيه وساده حشوها من ليف. وكان فيه حلس. يعني ايه حلس؟ يعني سجاده. يفترش نصفها وفي الشتاء يتغطون بالنصف الاخر، لدرجه ان هم كانوا ما بيغطوا راسهم رجليهم تبان، ولما يغطوا رجليهم راسهم تبان. فكان يشوفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اصبروا فان لكم في الجنه نعيما لا يزول. صبر. خدي بالك مش بقول الكلام ده علشان كل واحد النهارده يروح يقول لمراته اسمعي الشيخ قال، لا ده انا بقول لك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار لها رجل ما اغترش بالفلوس. لكن لو انت عندك راجل معاه فلوس
وهيعيش بنتك في احسن عيشه ويجيب لها احسن عفش. انا عايزك تعيش العيشه دي. هيقول لك هو ما اختار لها افضل، الامر جه من عند ربنا سبحانه وتعالى. صح، بس اختار لها الرجل. ما هو الامر من الله ونفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بافضل الرجال. خدي بالك ودي هتشوفيه بعد كده، خدي بالك. ولذلك انا بقول للناس كلها اوعى تفتكر ان الاسلام بيدعو للفقر. لا، الله يرضى عن الامام مالك. الامام مالك كان لابس عمه اسمها قلنصوة. العمه اسمها ايه بالعربي؟ قلنصوة. كانت بكام؟ كانت ب 300 دينار ذهب. فكانوا يقولوا امام دار الهجره يلبس عمامه او قلنصوة ب 300 دينار من الذهب. يقول نعم، هذه قلنصوة من يحدث عن رسول الله. دي عمة اللي بيحدث عن النبي، اللي بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يرسل لليث بن سعد الفقيه المصري المعروف كل سنة 100,000 دينار من الذهب عشان ما يمدش ايديه للولي ولا الحاكم. شوفي بقى العظمة. المهم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم جه يوم الدخلة وعمل ايه، او يوم الزفاف او يوم البناء، وعمل ايه؟ اطعم الصحابة تمرة على قده صلى الله عليه وسلم. خدي بالك هناك خلصتنا الزهرة مين؟ سيدنا حمزة. راجل ميسور دبح جملين وأطعم الصحابة رضوان الله عليها عليهم وأرضاهم، فأطعمهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خد الزهراء من إيدها كده ودخلها على علي وقال له إيه؟ هي لك على أن تحسن صحبتها يا علي. هي لك وصالي. على أن تحسن صحبتها يا علي. دخلها النبي بيتها صلى الله عليه وسلم وجاء بماء وأنضح على رأسها وقال اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وبعدين نضح على كتفها وقال اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وبعدين عمل كده مع سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وأرضاه. جه سيدنا النبي خارج وسايبها، فبكت الزهراء. بكت الزهراء ليه؟ لأنها تذكرت أمها. هتبقى لوحدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحظة ليه كل بنت يا فاطمة تركتك عند خير الرجال فضلا وأقواهم رجلا، تركتك عند علي بن أبي طالب، اللهم بارك لكما وبارك عليكما واجمع بينكما في الخير وارزقكما ذرية صالحة. فازوا بدعوة مين؟ بدعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عاشت الزهرة. وخدي بالك عايز اقول للناس كلها كان وقتها عندها قد ايه؟ خلاص بقى احنا بنتكلم في 19 سنه دلوقتي. وخدي بالك انا بقول للناس كلها ايه، عاشت الزهره لا ليها دعوه بابوها ولا ليها دعوه بامها ولا ليها دعوه. خلي بالك الزهراء دي كانت حاجه مترفه في بيت ابوها وامها لانها كانت بنت خديجه، وخديجه كانت من اغنياء العرب. وخدي بالك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان كل ام بتفسد حياه بنتها بعيشتها ابعد عن بنتك. كل اب بيفسد حياه بنته بعيشته ابعد عن بنتك. النبي خاض 28 غزوه ست لمي، كل غزوه النبي ليها في ليه فيها الكام؟ الخمس. ليه فيها كام؟ الخمس. خمس الغنائم ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بتاعه خالص. فستنا الزهره تمرض فيروح يزورها النبي صلى الله عليه وسلم، مالك يا فاطمه في ايه؟ فتقول له يا رسول الله تعبان، خدمة البيت تعبان، أنا مش قادرة، إحنا فقراء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قعب بيشربوا فيه، وراحة تطحن الحبوب لحد ما أثر الراحة في وسطها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بص لقى الراحة مؤثر في يعني وسط ابنته. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايزة إيه؟ قالت له أنا عايزة خادم. قال ألا أدلك على خير من خادم؟ خدي اتعلمي أنت وعلي. قالت له إيه؟ قال لها لما تروحوا لفرشكم قولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 خير من خادم. طب ما ادهاش ليه من خمس الغنائم؟ الرسول لا يبقي شيئا لأهل بيتي وإنما يعطي الفقراء والمساكين. الرسول إحنا أولى. قال أعطيك أنت وأترك فقراء الصفة. فقراء الصفة دول كانوا ناس فقراء ما يلاقوش حتة يسكنوها، فكانوا يسكنوا الصفة اللي في المسجد النبوي، يأكلوا ويشربوا منين؟ من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أديك أنت وسيب الفقراء، والله فقراء الصفة أولى. شوفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. بس أنا عايز أقول لكل الناس بالله عليك معلش اديني عجالة سريعة، أنا ماليش حساب على الفيسبوك أو الماسنجر إلا صفحة واحدة، ما طلبتش من حد تبرع وما طلبتش من حد أي فلوس، لأني انتشرت بعض الصفحات مؤخرا اللي باسمي كلها وهمية كلها مزيفة، ماليش جروب محبين ماليش جروب متابعين، كل دي صفحات مزيفة وهمية. أنا ما بتعاملش بالماسنجر خالص، قفله نهائي. التعامل بتاعي
على الواتساب، ما بطلبش من حد حاجة، أنا أجاوب سؤال أساعد حد، أنا اللي ببعت له الفلوس باسمي، ما باخدش فلوس من حد. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويحميكم ويكفينا شر الأعداء أنا وأنتم يا رب العالمين. آمين. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماع لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على